المخلل ليه مكانة خاصة جدا على مائدة المصريين، يعني الأكلة الحلوة لازمها مخلل عشان يحليها. قرية شبرا تانا بمركز بسيون في محافظة الغربية بتعتبر قلعة صناعية للمخلل. قصة المخلل مع القرية دي هنعرفها من خلال تقريرنا الجاي. شبرا تنا قرية صغيرة في مركز بسيون بمحافظة الغربية، أصبحت من أكبر وأشهر أماكن صناعة المخلل في مصر بفضل تكاتف وتعاون أبناء القرية التي أصبحت من دون بطالة بفضل هذه الصناعة التي توفر الآلاف من فرص العمل. الصناعة دي بدأت في شبرا تنا من أكثر من 20 سنة، بتوفر فرص كتير لعدد كبير من العمالة. نادر جدا لما تلاقي واحد بقى إيه بيشتغل في شغلانة تانية غير صناعة المخلل. أنا بتمر بمراحل اللي بياخد بيسوق، بياخد في عربيات بتوزع، في سواقين بتشتغل، في محلات بتتأجر، في عمالة بتوزع في القاهرة، بتوزع في كل المحافظات. طبيعي شبرا تنا بقت أشهر قرية، يعني هي قرية اقتصادية، وما شاء الله يعني هي في التصدير حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني طبعا بتطلع أجود أنواع المخللات، وهي طبيعي مسمعة في كل مكان في القاهرة جميع المحافظات. انتشرت مصانع المخلل بالقرية بصورة ملحوظة في السنوات الماضية، حتى تربعت على عرش صناعة وتصدير المخلل في مصر ونالت شهرة واسعة في هذا المجال. شبرا تنا القرية الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية بصناعة المخللات، شغالين تصدير جميع الدول العربية والدول الأوروبية كمان. بالنسبة للمخللات حوالي 16 صنف أو 17 صنف من المخللات، في الزواتين، في الجزر، في الليفت، في الفلفل البلدي، الفلفل المكسيكي، في البتنجان المكدوس، 16 صنف بيبقى حسب طلب الزبون في الحاجة ذات نفسها، الصنف اللي هو عايزه، في لوكس، في بوليف، المانجا، الموز، في البسلة بتتخلل، أنا حسب طلب الزبون. يبتكر أصحاب المصانع أنواعا جديدة من المخللات كل عام بسبب المنافسة الشريفة بينهم، ومن أبرزها مخللات المانجا والموز والجوافة وغيرها من الفاكهة التي أصبحت من أشهر أنواع المخللات التي تتهافت عليها دول الخليج بسبب جودته العالية ومذاقه المتميز.